اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده يا جماعه هنعرض فيه اسعار بعض انواع الخضار اللي ما عرضناهاش في الفيديوهات السابقه. اليوم كلنا كده يا جماعه نصلي على النبي كده في تعليق عليه افضل الصلاه والسلام، ويا ريت يا جماعه جماعه المستهلكين يكتبوا لنا اسعار الخضار في التجزئه، لان الاسعار في التجزئه مرتفعه جدا اللي هو سوق القطاع يعني. والجماعه المزارعين طبعا حبايبنا اللي بيتابعونا يكتبوا لنا الاسعار اللي بيبيعوا فيها، يعني السعر اللي بيبيع بيه من الارض الزراعيه، يعني على ارضه زي ما بنقول. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اللايك بيرفع الفيديو. لو في متابع جديد اول مره يشوفنا يشترك في القناه ويعمل لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. احنا بنحاول ان احنا نفيدك قدر المستطاع، وبالتوفيق للجميع. الاسعار يا جماعه، اسعار الكوسه النهارده احد متابعينا كان سالنا على اسعار الكوسه، 4 جنيه لحد 5.5 و6 جنيه و6.5 اعلى جودة، يعني اعلى حاجة في الكوسة 6.5، هي بتبدأ من 4 لحد 6.5. البطاطا من 2 جنيه لحد 3 جنيه في الزرع نظيف. طبعا البطاطا بتتباع حسب نظافتها وحسب جودتها. البامية يا جماعة، البامية الخضراء 13 جنيه لحد 17 جنيه، الدمية الخضراء 13 ل 17 جنيه. الجزر طبعا في سوق العبور يا جماعة بيتباع بالشكارة، ده طبعا سوق جملة، ودي كلها اللي احنا بنعرضها اسعار جملة. اي نعم في بعض الاحيان بنعرض اسعار التجزئة، بس حاليا نحن في اسعار الجملة. الجزر قلنا الشكارة يا جماعة 20 كيلو ب60 جنيه و50 جنيه و70 جنيه حسب جودتها. الفلفل الاخضر طبعا الفلافل، يعني الشطه والفلافل وكده مسكت سعر اليومين دول. الفلفل الاخضر النهارده 3 جنيه لحد 3.5 في الزرع النظيف. الفلفل الالوان هتلاقيه من 6 جنيه و7 جنيه في سوق الجمله، وطبعا حسب الجوده هتلاقي فيه فلفل الوان ب4 جنيه و5 جنيه حسب صلابه الزرع. طبعا البطاطس خربت الدنيا اليومين دول، دي طبعا البطاطس دي كاره اللي انتوا شايفينها قدامكم دي يا جماعه. بطاطس التبريد دي للتحمير طبعا سعرها تراوح النهارده من 5 جنيه لحد 5.5 و6 جنيه في الزرع النظيف. والنوالة عرضنا سعرها لحد 5.5 و6 جنيه، والتلاجات يا جماعة 4.5 5 جنيه، وعرضنا سعرها في فيديوهات سابقة. الخيار الصوب النهارده 4 جنيه لحد 7 جنيه على جودة، بس ابو 7 ده يا جماعة يعني شوف يعني حاجة كده تتمنى ان انت تشوفها، بيبقى صوابع كده والزهرة بتاعته فيه، يعني حاجة فخرة يعني يعتبر. فما حدش مثلا يقول 4 ل7 او 4 ده اللي هو جودة تعبان. وطبعا الخيار الصوب في الجملة في القطاع عفوا هتلاقيه من 10 ل 12 جنيه في بعض الاماكن. الخيار البلدي، البلدي في التجزئة برضو عندنا يا جماعة ب10 جنيه. الخيار البلدي في الجملة من 5 جنيه و4.5 في الزرع النظيف 5 جنيه، وفي التجزئة بيتباع ب10 جنيه، يعني الضعف يعتبر. وكمان ب10 جنيه يا جماعة الخيارة قد العجورة أو قد القت، يعني شفت القتة قديها بالظبط، وبيتباع ب10 جنيه، يعني ده المفروض إن هو في الجملة واقع عليهم ب2.5 3 جنيه بالكتير، يعني يتخلل. البتنجان الرومي طبعا في تحرك فيه شوية، عفوا اللي هو البتنجان الابيض 2.5 الى 3 جنيه، طبعا اتحرك شويه. العروس 1.5 جنيه لحد 2 جنيه وربع، والبتنجال الرومي 1.5 جنيه ل2 جنيه وربع، وفي طبعا بتنجال بجنيه، والمخدد 2.5 ل3.5، والشطه 2 الى 4 جنيه اللي هو زرع الجديد. وصلنا يا جماعه الى اسعار الطماطم. الطماطم طبعا يعني هتلاقي بقى في طماطم ب40 وفي طماطم ب50 وفي طماطم ب60، يعني معاك نقدر نقول ان الطماطم تبدأ من 40 جنيه للعداية، طبعا وزن العداية 20 كيلو، لحد اعلى حاجة في الطماطم وانضف طماطم 100 110 للعداية، ده في سوق الجملة. وزن العداية 20 كيلو، طبعا بتتباع في التجزئة 1.5 كيلو ب10 جنيه، يعني يعتبر الكيلو 7 جنيه. يعني انت لو معاك 50 جنيه تجيب لك شوية طماطم وشوية خيار وشكرا على